اعزائي المشاهدين هنطلع نتفرج على تقرير عن هؤلاء الابطال، ولسه مكملين معاكم كمان تقرير وفاصل، وبعد كده هرجع لحضراتكم ومكملين حلقتنا مع العاب القوه في النادي الاهلي. الحقيقه ما كانش فيه معسكرات، كان النادي هنا في الاهلي هم اللي كانوا بيعملوا لنا المعسكرات والتمرين. كان قبلها كان عندنا بطوله الجمهوريه، الحمد لله خدنا الاول الاهلي كالعاده، وال لا هم خدونا على اللعب. اول يوم كان هو اللي خدونا قبلها بيوم عشان نعرف كل واحد يلعب ايه والارقام والدنيا، وبعد كده كان لعبنا، بعد كده رحنا على اللعب ولعبنا ولا اكتر ولا لا. الحمد لله خدت تاني وثب طويل وتاني تتابع، اللاعب الوحيد اللي راجع بدنيتين في الولاد. الماتشات لا الماتشات غير اللي كنا بنلعب هنا، هنا ما كان المستوى مش اللي هو كنا، كل ده لعيبه الاهلي كلها بتاخد اول بفرق، رحنا هناك في مستوى تاني مع لعيبه تانيين مع لعيبه دوليين والمستويات متقاربه، فلازم تكون يا اما اكمل تجهيز يا اما خلاص مش هترجع باي ميداليه. الحمد لله كنا رايحين جاهزين وعارفين اللي هنلعب مع مين، والدنيا كانت تمام. لا طبعا حاجه تانيه خالص يعني، واحساس تاني خالص، بتحس ان انت بعد التعب ده كله اللي انت اخدتي البطوله تنسي كل التعب اللي انت تعبتيه، يعني بالاحساس الفرحه اللي انت بتفرحيه ده. انا اخدت في البطوله العربيه في ال 100 متر اخدت برونز، واخدت في ال 200 متر فضه، واخدت اقول لك بقى انجازاتي التانيين. كنت في عمان اخدت اول في ال 400 متر واول في ال 200 متر، وصاحبه رقم مصر في ال 400 متر تحت ال 18 سنه بزمن 56 97، وصاحبه رقم مصر برضو في ال 20 سنه كسره بزمن 55 89. ال 400 متر ده صعب جدا جدا، بتعب فيه قوي، مع اني انا اصلا لعبت 100 و200 متر، وهو ال 400 متر اصعب ايفنت يعني انا بلعبه. الاستعدادات مع المدير الفني بصراحه كل حاجه كانت ده مترتب لها، الاستاد والبطوله عشان هنا في مصر، فكانوا دايما بيحرصوا ان هم يبقوا معانا وبيقولوا لنا على كل حاجه هتحصل وكده، فالموضوع كان كويس، واول مره تتلعب في مصر وكانت كويسه بصراحه، الملعب والبطوله كل حاجه. دايما بيكلمنا يشجعنا، احنا كنا مش معسكرات بس احنا كنا بنتمرن في استاد القاهره كل يوم ما عدا يوم الجمعه 6 ايام في الاسبوع، دايما بنحاول نعمل اللي علينا، تمرين رمي فوق بعد كده ننزل الجيم نعمل كل اللي نقدر عليه. لا كنا مستعدين كويس جدا عادي، وكنا يعني عادي خالص، هو بس كانت اول مره تبقى المنافسه كده، عشان احنا دايما متعودين واحنا بنلعب بطولات جمهوريه متعودين ان احنا بنبقى فارقين قوي، فكانت المره دي اول مره نحس ان احنا منافسه مع بعض كتير. الاستعدادات بقى عادي، جهزنا ورقنا وكده وسلمناه وبس. احنا في الطبيعي بنتمرن كل يوم حتى لو قبل البطوله بخمس شهور، كل يوم كل يوم. بس احنا يعني الايفنت اللي احنا لعبناه، احنا عشان كنا من محافظات مختلفه فتقابلنا بس قبل البطوله بيوم واتمرنا هو مع بعض يوم واحد بس، هو يوم واحد بس. هو اكيد طبعا البطوله كانت صعبه وكده، بس يعني احنا على قد ما بنقدر برضو بنحاول ان احنا نطلع كل اللي عندنا كويس. انا عملت رابع بس يعني الحمد، يعني كان في اجزاء المفروض كنت ثالث بس الحمد لله يعني، وعملنا الحمد لله تاني تتابع 4 في 400 بنات. وطبعا الماتش كان صعب جدا، واحنا وبذلنا يعني جهد كبير قوي كلنا يعني احنا الاربعه. انا عملت رقم شخصي جديد في ال 400، عملت 56 88، وعملت احنا عملنا رقم مصر كمان في ال 4 في 400 في المنتخب باسم انا وصحابي في التتابع. وعملت كان في بطوله البحر المتوسط اللي هي لسه من يومين، عملت رقم جديد في ال 800، عملت ثالث البحر المتوسط 2:13 49 وبس. يعني هو صراحه يعني كانت اجواءها جميله، وكنا مركزين جدا ان احنا نعمل ميداليه، وكان الماتش صعب بس احنا كان يعني الحمد لله عملنا كان ان احنا نعمل الميداليه وعملناها وفرحنا مصر كلها، وكنت يعني كنت حابه المشاركه جدا في الماتش. هو انا محققه ميداليات كتير، بس الميداليه يعني الميداليه الذهبيه في البطوله كنا اول ميداليه ذهبيه بالنسبه للماتش العرب، بس عملنا ميداليات كتير قوي في الجمهوريه، وكان انا بلعبها من وانا عندي 4 سنين فمعايا ميداليات كتير يعني الحمد لله، والحمد لله دي كانت اول مره بشارك في بطوله العرب. احنا رحنا قبل البطوله بيوم يعني عشان اجرب الاجواء وكده،
والمنافسة بصراحة كانت صعبة جدا، وحصلت يعني على الميدالية البرونزية برقم شخصي جديد دقيقة 2. بصراحة المنافسة كانت صعبة جدا، ويعني ما كنتش متوقعة ان هي هتبقى صعبة كده، ولا انا يعني مثلا هجري كده بس. ويعني كنت بجري مع بنات مغاربة وكده وبنت مصرية معايا، وجبت الثالث يعني ورا البنتين المغاربة. لا بجد، لا بصراحة أنا كنت فرحانة جدا، وكمان فرحانة بالمجهود اللي أنا حققته يعني وعملته. هو الماتش ده كان أصعب ماتش، وطبعا مختلف عن الماتشات الجمهورية لأن كان فيه منافسة جامدة جدا، وكان مختلف طبعا عن الماتش دوت لأن أنا ناس تانية غير اللي أنا كنت بلعب معاهم ماتشات الجمهورية العادية، ومستويات كويسة جدا. بس اتمرنت، انا دايما بتمرن ما بريحش غير هو يوم واحد بس، بتمرن 6 أيام في الاسبوع. وكنت بستعد ان هو المدير الفني كان بيشجعنا وكان بيبقى معنا دايما، بس احنا ما رحناش معسكر او اي حاجة. بصراحة المنافسة كانت حلوة وقوية، ويعني فضل ربنا وتعب كابتني معايا عملنا اداء كويس، وباذن الله يعني انا حققت ميدالية برونزية، وباذن الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل احسن باذن الله. حققت مركز تاني ميداليه فضيه، والمنافسه كانت صعبه، وبصراحه كنت مبسوطه بالماتش قوي لاني كان في نقطه ما كنتش بعديها، فانا كنت طالعه مبسوطه مني في الماتش ده قوي الحمد لله.